وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. أنا اسمي موسى أسامة، موسى أسامة حامد، من بلدة سلواد قضاء رام الله. عندي موهبة طبعا في القرآن. لما اشتغل مثلا بشتغل وبقرا قران وبكون مبسوط يعني جوا بتريح، حتى لما كنت متضايق بروح بقرا قران، لان القران الوحيد اللي بريحني بريح قلبي. الحمد لله رب العالمين. في شاب صاحبي الله يوفقه ويسعده، طبعا هو في امريكا، كبرنا علي كل اسبوع تلفون وبعلمنا احكام تجويد، الحمد لله رب العالمين، صار صوته احسن وافضل حتى في القراءه، في ترتيبه في القران، طبعا في الترتيل. طبعا الحمد لله، يعني انا باك يعني متعود دائما يعني اني اشتغل واظل اقرا قران او اسمع الراديو قران، بس هي دائما بتبسط مني طبعا، مرات بنزعج شوي بس لا يعني بحب سيد القرآن الحمد لله، وأنا دائما هو بيعرف يعني لما بكون معصب ولا ايش بضاك رأي القرآن، وسيدي بروك وبيحب القرآن، والقرآن سبحان الله شفاء للصدور. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. أهم إشي نتقن القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنا إن شاء الله راح أعلم الناس، يعني إن شاء الله إذا أتقنت القرآن 100% طموحي الوحيد، يعني في إن شاء الله وأملي الوحيد إن أعلم الناس قرآن، هاي طريق الجنة إن شاء الله، طريق القرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.